في اواخر الشهر الجاي سبتمبر في اجتماع للجنه تسعير البنزين وكل المواد البتروليه عموما. اللجنه دي بتجتمع كده كده كل 3 شهور عشان بتحدد الاسعار. يوليو اللي فات شفنا زيادات في الاسعار قررتها اللجنه اللي بدات مهمتها من سنه 2019. بالنسبه للزيادات في يوليو في البنزين كانت 50 قرش في لتر البنزين 92 وبنزين 80 و يعني جنيه في البنزين 95. طبعا اللجنة خلال ال3 سنين اللي فاتوا خدت قرارات مختلفة، إما بزيادة الأسعار أو بتثبيت الأسعار أو بتخفيض الأسعار، ده حسب آليات معينة ليها علاقة بالأسعار العالمية للبترول وبسعر صرف الدولار وتكاليف التكرير والنقل وغيرها من التكاليف. كمان اللجنة بتاخد في الاعتبار أسعار الطاقة بالنسبة لاحتياجات القطاع الصناعي وإزاي الأسعار دي هتأثر، ويعني أكيد بيفكروا في البعد الاجتماعي للقرارات هذه اللجنة خصوصا في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. التوقعات بتقول بقى إيه؟ إنه في اتجاه لتثبيت الأسعار لآخر السنة دي، لكن طبعا دي مجرد توقعات، ولكن هذه التوقعات مبنية على أسباب محددة من بينها أسعار البترول العالمية اللي لسه عالية رغم أنها نزلت شوية لكن رجعت طلعت تاني، ده غير تأثير أسعار الطاقة على أسعار المواصلات والنقل والسلع والمنتجات، بالتالي على نسبة التضخم. طبعا القول الفصل في الأسعار بيرجع للجنة تحديد أسعار مشتقات البترول اللي هتجتمع آخر هذا أو آخر الشهر الجاي. معانا على تليفون المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق. مهندس أسامة أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة، وتوقعات حضرتك على النتائج أو قرارات لجنة الطاقة، يعني هل هيحصل زيادة في الأسعار؟ هل هيتم تثبيت الأسعار؟ إيه اللي هيحصل؟ بصي، أي حد هيقول لك أنا أتوقع كذا 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 كذا، فدي كلها بتبقى مجرد اجتهادات في ضوء ما نراه من تقلبات في السوق. نعم. لكن النهارده تقلبات السوق الحقيقه بقت بره نطاق التوقعات تماما. ايوه، يعني حضرتك انا عارفه احنا بره نطاق التوقعات، بس لجنه تسعير البنزين وفقا للسوق وفقا لكل المعطيات اللي حضرتك شايفها يا باشمهندس، المفروض تعمل ايه؟ اعتقد ان الامور في مصر مستقره الى حد كبير، وقد يكون حكايه انه يعني تحريك اسعار او النظر في اسعار حاجه زي كده ده قد يكون مش وارد الايام دي. نعم، لغايه اخر السنه دي ممكن نفضل يبقى نفس السعر، يعني ما يحصلش اي تغيير. ما اعتقدش انه هيحصل تغيير، لكن ده في الاخر بيعود برضه لكم الالتزامات الكثيره اللي موجوده على البلد واللي مطلوب ان الدوله توفي بيها لغايه اخر السنه، والاتاحه بتاعتها وكم الاستهلاك اللي احنا بنستهلكه. واعتقد كمان انه يعني مع تحسن ظروف الاستهلاك في فتره الشتاء اللي داخل، اعتقد ان الامور ممكن تبقى اهدى شويه وما يحصلش شيء كتير من الاستهلاك، ويحصل فيه شويه تخفيض وشويه ترشيد، فده يقلل شويه من فاتوره الاستيراد ويخف الضغط علينا شويه في التسعير. يعني لو حصل ترشيد مننا كمواطنين بقى ممكن طبعًا يكون طبعا بلا شك اثر على لجنه تسعير البنزين. طبعا، لان هي لجنه التسعير بتعتمد على ايه؟ هي بتشوف كل منتج له مدخلات، المدخلات ده هل هو خام من الداخل، هل هو منتج من الداخل، هل هو خام مستورد من الخارج، هل هو منتج نهائي مستورد من الخارج. كل واحد بنسبته بيصرف فيه الوزن النسبي بتاعه زائد التأثير بتاع الدولار والتقلبات بتاع سعر الصرف عليه، وبالتالي بيتم التسعير. فطبعا لو طلعتي بره فاتورة الاستيراد تماما، فالجانب ده له تأثير كبير على 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 على, على قرار التسعير. نعم. فخروجك بره يعني دايرة ان في جزء كبير مستورد وحاجات زي كده، ده بيحسن كتير وبيساعد كتير اللجنة انها تقدر تاخد قرار انها يعني ما يبقى التحرك فيها. باشمهندس اسامه مش سامع حضرتك. بقول لك انه تحسين الترشيد بهذا المنظر وتحديد فاتوره الاستيراد ده بيساعد اللجنه جدا انها تقدر تقول ان احنا والله لا مش هنحرك الاسعار،
لانه التاثير بتاع الدولار والاستيراد بيبقى كبير جدا على 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 حركه التسعير بتاع المنتجات. فده اللي احنا بنبقى محتاجين نعمله النهارده، احنا نرشد شويه عشان خاطر نقلل. نرشد ازاي بقى حضرتك؟ تقول لنا احنا كمواطنين نعمل ايه؟ المفروض انا خلاص انا محتاج اركب عربيتي واروح شغلي او اروح مشواري، اعمل ايه؟ تمام، بدل ما حضرتك تروحي شغلك لوحدك ممكن تروحوا اتنين مع بعض، ممكن تروحوا ثلاثه مع بعض. بدل ما انا كنت بنزل اركب عربيتي، النهارده لو في وسيله مناسبه زي القطار السريع وزي المونوريل وزي الحاجات اللي زي كده ديت تخليني اسهل شويه وابتدي اشوف ان انا ابتدي استعمل، طالما في وسيله مواصلات كويسه اتميز ابتدي استخدمها، طالما انها وسيله جماعيه ابتدي اقلل فاتوره استهلاكي مثلا من الكهرباء والغاز الطبيعي في ان انا ابتدي اتوجه لسخان شمسي. حاجات زي كده كتيره هتحسن كتير وهتفرق معانا بدرجه كبيره جدا في استيراد وفي فاتوره الاستيراد وفي تقلبات السعر الناجمه عن الاستيراد. ديت هتساعدنا جدا في ان احنا زي ما بقول نقدر نسيطر على حركه المنتج، نسيطر على سعر المنتج لما نقلل كمية المستورد منه. أشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.